يستعد لي يا سمية أقدم لك وأطلب إيدك. شايف يا خاين يا غدار؟ الحقيقة مش عارفة أقول لك إيه، بس أنا متقدمين لي عرسان كتير قوي، يعني الحاج علي عايز يتجوزني، في واحد كمان بس ظاهر ما جاش عشان بيغسل كده. أقول لك على خيرة الله. بخشيتي على الموضوع ليه؟ تكي تخ. ايه ده؟ انت مين؟ سمية جاني اتقدم لك واخطب لك. ايوه بس انت تخين عليا قوي. اقول لك على خيرة الله. خشيتي على الموضوع ليش يا زوزو؟ سكت اختك، شايفاه تخين ازاي؟ ايوه كده ايوه كده، نزلنا بالسن. بصراحة يا سمية انا جاي وحابة اتقدم لك وبأطلب لك الحين، ايش رايك؟ رأيي موافقة طبعا. زهرتي يا بنت، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. خشيتي عن الموضوع ليش يا سوسو؟ سكت أختك، أنا عايزة أتجوزها دي تمشي. شفتوا؟ شفتوا مبروكوا عليا؟ أدي آخرة صبر أهو. ليش يا سمية أنا جاي أخطبك؟ يلا موافقة. أوعد زغراتي. بسم الله. إيش منك خشيتي عن الموضوع؟ الحمد لله ان انا خشيته. انت رحتي فين يا هدى؟ خالتي سميه. لا لا انا مش هعيط. خالتي سميه يعني اتقدم لك. خالتك كمان؟ لا يا خرابك يا سميه، يا خالتك ولا ولا ما تجريش معايا ولا 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 قوي عمالين يجري ورايا، واحد منهم انا اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وبعدين اقول وبعدين خطفني. وخشيتي على الموضوع ليش؟ اذا خشيتي كنت لسه بحلم بحلم. شوف لا يكون ابوي طلع لك بالحلم. لا لا مش ابوكي. بس خلاص انا لازم ادور لك عريس باسرع وقت. بس ما اكونش العريس اللي في الحلم. خلاص اوكي ابينا. محمد 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 يلا قوم. الساعة 7 لا تتأخر على الدوام. الساعة 7 قاعد أقول لك الساعة 7 الصبح، يلا قوم بسرعة. أنت ليش قاعدة الساعة 7؟ شو النشاط هذا؟ شو النشاط اللي أنت فيه هذا؟ بعد عندي شغل اليوم، مفكرة إني ما أروح الدوام وأجابل سمية على هالندى هذه لا أطلع عينها والله. شو عندك بعد هذا؟ عيل لشان أمس دافع فلوس زيادة حق ندو، مو علشان تفتح موضوع السيارة مع مرتبوك وست الحزن والدلال تكره السيارة وتبيعها. ترى أقول لك عندك 20 دينار. زين شنو زين؟ أبي 20 دينار عشان صب بنزين ريوق أي شيء. لا 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 ما عندي، اليوم بتيني ضيفة واحتمال أقط حق السويت والمعجنات 25 أو 30 دينار، صج ما عندي. اشتهى معجنات البيتزا 25 دينار، وين قاعد انت؟ محمد ترى الاسبوع اللي طاف انا نازله السوق وماخذه جنطه ب 500 دينار، جد مفلسه. 500 دينار جنطه؟ ليش؟ سولف، هي تطلع فلوس من داخل، على شنو 500 دينار؟ كيفي معاشي. يعني ليش هذي؟ لا قروض عندك ولا التزامات، ليش قاعد تفسسي معاشك؟
طلبت منك، قلت لك عطني، يبلي، سولي، شلي، حطلي، كيفي معاشي وانا حره. يا سلام، وبعدين انا جاي اقعدك عشان تروح الدوام، تفتح مواضيع معاي ليش؟ حلوه هذه. ويه قطيتي وقطيتي، ليش شريتي وليش حطيتي؟ ليش جبتي وليش خذيتي؟ كيفي، فلوسي، معاشي، طلبت منك شيء؟ ما طلبت منك شيء، قوم فستولك. يا حلوتي يا أمينة، كبرتي وتتزوجين؟ أصلها مش أمينة بس يعني. قولي. ما تقولي، خلاص هقول. قولي انتي. شنو ايش فيكم؟ هو عنده عيال ثانيين وبيزوجهم؟ لا يا هنودة، الحجي علي هو بعد اللي بيتزوج. قولت حبيب الأم، خلي الواحد يفهم. ورأيك ايه يا حنين؟ ايش فيها؟ الزواج لا عيب ولا حرام؟ يعني وكلام الناس، الناس هتقول علي ايه يا هنيتي؟ وانت ايش عليك بكلام الناس؟ الزواج شرع من شرع رب العالمين، وما حد يقدر يقول عنه لا. بعدين ما انت مو مسويه شيء بالحرام؟ والبي جوزك بقى لما يعرف يا ترى رايه ايه في موضوع زي ده؟